17 شهرا من البحث والتحري والتقصي المضني. هذا يقفل بابه في وجهنا وهذا يستقبلنا، لكنه يمتنع عن الإجابة. أليس الخوف من المشاكل هو الذي يدفع الناس إلى أحضان المشعوذين منذ الأزل وإلى الأبد؟ هذا ما كتبه القصيبي في روايته العصفورية. فما مدى صلاحية هذه العبارة للواقع؟ المشعوذون، السحرة، المشايخ، المعالج الروحاني، الجن الكافر أو المسلم، مسميات كثرت ودلالتها عند الناس واحدة، فمن منهم الصواب ومن منهم الخطأ؟ قضية جدلية يمتزج فيها الدين بالطب النفسي وبالوعي المجتمعي وما يترتب عليها من تبعات قانونية. هذا ما سنصل إليه خلال هذا التحقيق، تابعوا معنا. هو في أنواع كتير للسحر، يعني في زي مثلا المدفون والمرشوش والمزجي. هو من أنواعه، في منه العادي، في منه الطيار، في منه السفلي، في منه اللي هو الغواص بيعيش في المية، في منه اللي هو الاستخباراتي، في منه الكاشف، في منه المعالج. أن السحر له حقيقة وتأثير، وأنه قد أودع ضررا، وأن هذا الضرر لا يصيب الإنسان إلا بإذن الله جل وعلا. في تتبع لهم ولخطواتهم ولأعوانهم، ومن فضل الله تبارك وتعالى يعني نقطع الطريق عليهم. أنا من 7 سنوات وأنا تعبان وبجرع الشيخ هذا والشيخ هذا، في الآخر دلونا على الشيخ حكى لي أنا بعالجك بس بشرط أنك تجيب 500 شيكل. رحت عنده، المهم قعدنا في الضوء، جاب برميل في مية وجاب جهاز كهرباء الجد وضربني فيه، قال عشان يطلع الجن مني. أنا من بعديها مخ ضرب أصلا. العلاج بالقرآن إنما يتضمن علاجا بالقرآن وحده، فلا يتضمن علاجا بغيره كالضرب والخنق والتعذيب ونحو ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان وما دل عليها دليل لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية. في حال وجود شكوى تقوم بإصدار مذكرة تفتيش بناء على محضر تحريات، وتقوم بتفتيش منزل الشخص الذي يمارس السحر والشعوذة، ونقوم بتحريز كل ما يتم ضبطه في هذه الواقعة، وهو ما يستخدم لاحقا في مجال الإثبات الجنائي. إنها 8 ليلة، الموعد المرتقب في تلك المنطقة النائية على حدود المدينة مع ساحر تائب استغرق إقناعه 2 شهر كاملين حتى يضلي بشهادته حول السحر وتعامله مع الجن الكافر على حد قوله. يبن السحر موجود، لكن هو بيلعب على العامل النفسي، يعني بيخلي وهم، بيصير الشيطان يقعد يوسوس لك ويقنع فيك انه انت فيك شيء، فهيك بيسيطر هو على نفسيتك، فاذا سيطر على نفسيتك هو بيدمرك، لكن هو في الغالب بيسيطر على النفوس الضعيفة بس. 70% من المترددين على عيادات الطب النفسي زاروا المعالجين التقليديين قبل الوصول الى العيادات الطب النفسي. قبل 4 أيام تقريبا عملت معك لقاء صحيح وصورت معك، وتقريبا كان المقطع الفيديو ما يقارب نصف ساعة. فأنا بعد ما روحت على البيت حطيت الممر على اللابتوب عشان أنقل المواد، كل الملفات اللي على الممر تحولت لأحرف عبرية، وبعدين الملف ضرب. ليش بتضحكي؟ عشان طاسة عشان لغاني. ممكن تحكي بالعربي عشان المشاهد يفهم ايش صار؟ بس احنا ما بنقدرش نقول احنا مش المسؤولين عنه، لانه في طيارين جن طيار حوالي بسبت بعد ايش نعلمك، هو اللي بحقويها جن الطيار، هو اللي بعمل كوش يعني بس المنطقة بمحل وما بعمل اي شيء، وفي حاجات كتير بتصير مشاكل في الدار بسببهم، حاجات كتير برش وبعمل كل حاجة. طب يعني أفهم إنه الممر تبع اللي أنا صورت معك في اللقاء أنتوا اللي خربتوا؟ Of course. أعمل لي في أحد الملفات الخاصة لدى إحدى تنظيمات المقاومة في غزة، وقبل 2 عامين تقريبا عانيت بشكل كبير وابتعدت عن العمل بسبب سحر قد وقع علي. جن المسلم بيساعدنا في حالة واحدة، اللي هي انه كيف نسيطر على واحد في جن طيار.
الجن الطيار هذا من الصعب انه واحد مش ما عندوش ناس مسلمة انه يقدر يسيطر عليه، لسبب واحد انه هو بيعرف انه في اليوم معالج بده يجي يعالج الشخص اللي هو راكبه، فبيطير من جسمه لانه هو بهيكل الطيار اللي جناحين بيطير، فهو بيسيطر عليه المعالج هذا بالناس اللي عنده ببعث له اياهم، فبطوق جسمه تطويق كامل انه ممنوع يطلع فيه لحد ما يجي المعالج يقرا عليه. ومن جهتنا قمنا بالتوجه الى الشيخ صاحب عين الدين، فالفينا فتاة مستلقية على الارض وقد تلبسها جن كافر، واذ بهذا الجن الكافر يعترف بان هنالك عملا ما قد تسبب في سحر هذه الفتاة، والاغرب من هذا انه عمد الى تحديد مكان وجوده اذ كان مدفونا تحت الشجرة الثالثة في المقبرة الغربية الكائنة في تل السلطان. فانطلقنا برفقة أحد المختصين مسرعين صوب الهدف إلى حيث السحر المدفون، فقمنا بالحفر تارة تلو تارة تحت الشجرة الثالثة، وهناك كانت المفاجأة الكبرى، إنه السحر الذي قدمنا من أجل العثور عليه. وفي نهاية المطاف عدنا أدراجنا إلى المعالج الذي قام بدوره بفك تأثير السحر ومن ثم غمسه في ماء قرئ عليه القرآن. هذا نوع من أنواع السحر، يعني هذا نوع من أنواع السحر، يعني بكون حبل معقد. هو بعض الإرشادات الشباب اللي بيجوا يعني زي مركز صبح اللي عندنا أصان صبح، بيجوا الشباب عندنا هنا بلاقوا وبفكوا، فبقولوا إن الخطان اللي زي هذه موجودة هذه بتكون سحر، فكوها اقرأ عليها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، بتفكوا وحرقها عرفين. يعني كل يوم العصر بتلاقي جزر، بتلاقي يعني يوم يوم بعمل لها تمشيط لازم تلاقي. المعالجون بالقرآن الكريم في بلادنا أكثرهم يقعون في عدد من الأخطاء الشرعية، بل ومنهم عدد يمكن أن يقال عنهم أنهم دجالون يكذبون وإن كانوا قلة. يرد بعض الشكاوى في هذا المجال ولكن على نطاق محدود وضيق. لم نكتفي بالسماع وشهادات الحالات التي تعاملت مع هذه الطائفة من الناس، وكان لابد من التجربة باعتبارها خير برهان. قمنا بالتفكير الجاد لاستقطاب حالة ونقوم بإجراء تمثيل واقع عليها. في الحقيقة كانت احتمالية الفشل واردة جدا، فمن من الناس سيتعاطى مع إعلان معالج روحي على الفيسبوك؟ ولكن النتيجة كانت صادمة، فجاءت الكثير من الاتصالات على الرقم الوهمي الذي أعلناه على الفيسبوك. كانت الحالة المختارة الثلاثيني يعاني من العزوف الجنسي مع زوجته لمدة زادت عن الشهر وجاء يبحث عن الحل. عرض الرجل مشكلته وكله رجاء أن يجد الحل لدى الشيخ. تعابير وجهه تقول أنه لو طلبنا منه مبلغا كبيرا من المال لأعطانا في مقابل أن يجد الحل لدى الساحر لمشكلته الحساسة في نظره. فأعطيناه حجابا كتب عليه بعض الطلاسم الغير مفهومة، وطلبنا منه عدم فتحها وإخفائها في غرفة نومه دون إعلان أحد، وطلبنا منه أن يخبرنا بالنتيجة في اليوم التالي. لم يكن الاتصال متوقعا، لكنه جاء في ظاهرة اليوم التالي يحمل عبارات الشكر والعرفان بأن المشكلة قد حلت. هذا الشخص يعني تم التعامل معه عن طريق الإيحاء والإيهام إن صح التعبير، اللي قام بالدور هو أوهمه إنه هو معالج وأعطاه بعض الأشياء أو ورقة مكتوبة شوية طلاسم، أو حاله إنه سوف يتحسن من يعني وراء هذه إن صح التعبير الوصفة إن صح التعبير، وهيئوا نفسيا يعني عمل عنده تهيئة نفسية. كنت أسمع صوت بنانير، كنت أسمع صوت حركة، أكثر من مرة سمعت صوت المفتاح بتحرك. أولادي كانوا يشوفوا الأمور هذا في البيت يعني عادي. كنت ساكن في بيت أنا وإلي ابن يعني صحاني في نص الليل على صراخهم، فرحت له بقول له شيء، لا بقول لي في عو، بقول له وين عو هذا؟ قال لي على الستارة. بقول له إيش لونه؟ قال لي لونه أسمر. بقول له وينه؟ لا بقول لي خلاص الحين راح لما أنت ضويت الضوء. وأثناء رصدنا وتتبعنا للقصص العجيبة التي تدور روحها في قطاع غزة، وقعت أعيننا على حالة غريبة في محافظة الوسطى، حيث كانت امرأة قاعدة لا تستطيع الحراك لمدة زادت عن 12 عاما من جراء السحر. شاف الشيخ انت بقى هذه كم سنة؟
بتقلي مقعد حوالي 10-12 سنة ما مشيش مشيت من مرة قدت ولا سنتي وانا بقف على جرية بعد هيك اجانا الشيخ وصام يا عرج مضر قال يلا يا حجة سأل الأسئلة بتاعته وقال مد حلقة التفاق تفاش ايديها ولا سنتي الدبوس اللي ركبتها قداش فك الدبوس بالمرة نمت على الكنباية قطناها بالبطانية قالوا انت بالمرة كمان مد حلقة تحت مد حلقة تحت فتح السماعة القرآن وآية البقرة والرقية الشرعية اللي جاي بتحرك وجاي بتحرك بتأدى فينا أول بأول ورقة بتحرك أنا راسي برقص رقص برج رج قلت طب لم ترج فيه شاف الدكتور التحاليل قال الله أكبر زاح الكرسي عشقة وركع سجود لله تعالى قال انت ما انتش لما تايت بالمرة طب انت إلك قديش في الجسد أنا 25 سنة 15 سنة 25 سنة 25 سنة طب الجسد هاد قديش عمره 3 يعني من 5 سنوات هاي معمولة لها من وهي بوبا طب كيف السحر هذا دخل للجسد عن طريق أواعي البيبي مرشش في الأول أما بالنسبة يعني مين أكتر ناس كانوا يجوني عشان عمليهم عمولهم أكتر ناس هم كانوا يجوني النسوان هذا بدها تطلق هذا وهذا بدها تجوز هذا شغلات كتير والله لقيت 3 نساء وأنا خارج من المقبرة معاي ناس يا دي الأسف يعني نساء يعني 3 فتيات بعد العشاء بعد العشاء بساعة أو ساعتين تقريبا عشان أكون ما أظلمش نفسي أنا يعني بعد العشاء ساعة أو ساعتين دفننا طفل صفر أقسم بالله لقينا 3 نساء في المقبرة طب إيش بيساون يا أخوات والله إذا جنات ما حكم من يذهب للسحرة والمشعوذين صح في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى سنين إيدي ما بتمسكش المشط بتمشط راسي إيدي ما بترتفعش كانت لراسي ولا أقدر أشرب كاس الشاي الأكل بصعوبة ماشي هي يعني كان هي طلع أبو عم أبو أدهم كان يعني يخدني بالسيارة يعني كان وضع مأساوي يعني بصراحة مأساوي فيش أمل أنا بصراحة يعني بالنسبة لإجري ولمس ولوضع قلت مستحيل في حياتي عمري أنا بخبط على إجري وبقف عليها قال لي والله بإذن الله ما شئت الله غير ربنا يشفيك أنت يا بنت ما فيك إلا السحر بالتأكيد جريمة السحر ليست غريبة على قانون الفلسطيني فقد سبق أن نظمها قانون العقوبات الساري في قضاء غزة رقم 74 لسنة 1936 بموجب نص المادة 307 قد عرض أمام القضاء الفلسطيني في الآونة الأخيرة من هذا القبيل قضايا إن هناك فتاة قد توفيت وفارقت الحياة من أعمال التنجيم أختي كانت تتعب كثير يعني وكانوا يقولون يمكن هذه معمول لها عمل وسحر من هالكلام هذا المهم رحنا على شيخ في رفح اسمه عشان يعالج هالمصيبة فالشيخ قال هذه فيها جن ولازم نطلعه المهم قلت له يعني بتشوفه مناسب اعمل يعني المهم نيم أختي عضارها وصار يشرب فيها مي وصار يقول للجن اطلع يا كافر اطلع اطلع وصار يشرب فيها مي ويشرب فيها مي في الآخر أختي انخنقت وأخذناها في السيارة وديناها على مستشفى النجاح وفي الطريق ماتت كل من زعم أنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع السحر أو الشعوذة أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح بخ أو زعم أنه يستطيع اكتشاف شيء مسروق أو مفقود أو معرفة مكان وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم والسحر والشعوذة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة وغرامة لا تزيد عن 20,000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين الواقعة التي حدثت في تاريخ 9 يناير 2017 التي استعاد فيها مجموعة من الأشخاص بشخص يدعي السحر والعرافة مقابل مبالغ مالية مقابل الاستعانة به للوصول إلى مكان يعتقد بوجود كنز خاص فيه
من قبل هؤلاء الأشخاص. يتم تطبيق القانون في غالبية الحالات لأن هذا أمر خطير. أما المعلومة التي لم نكن نتوقعها أننا لسنا وحدنا الواقعون في شرك السحر والشعوذة. حتى لما المقاومة خطفت شليط راحوا اليهود استعانوا بالسحر عشان يعرفوا وين شليط متخبي في غزة، لكن المقاومة كانت محصنة كويس. بيطلقوا السحر على الناس عشان يعرفوا مكان الأسلحة الموجودة. حماس متخبي الأسلحة ما لاش ينطفى الشطة. يعني الحين إسرائيل بتنشر سحر في قطاع غزة ضد المقاومة عشان ما عرفت وين. فلتون شافوا لمن يخشوا الطومان بالعربي. يعني كتير 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 ناشا كتير كتير ناشا كتير حيجيهم ملاش انت تستل شوطان شوخ مش حيروح على المستشفيات قد ما يجع شوخ. وبعد معاناة طويلة لم أترك شيخا في قطاع غزة إلا ذهبت إليه ولكن دون جدوى، وفي النهاية توجهت للشيخ عصام صبح من مدينة رفح، وعنده علمت بحقيقة ما وقع عليه، حيث اعترف الجن العاشق الذي بداخلي بأن أحبار اليهود هم الذين أرسلوها لي كي يشغلوني بنفسي عن أعمال المقاومة وأن يبعدوني عن ذلك العمل. أما المتعامل مع الجن المسلم فأراد أن يثبت صدق ما يقول بالتجربة والبرهان. الحين احنا حنعمل تجربة كيف انه نتعامل مع الجن المسلم، انه كيف يوسف حين حيخبي القلم في قطعة من الارض انا مش هشوفه وين خباه، بس انا همسك جنية حاطها ايدي وحخلي اتجاه الجنية يروح باتجاه ويوسف وين خبى فيه القلم. هذه بنستعملها في القصص العلاجية، وين مثلا يوسف مثلا عملوا له مثلا سحر وخبوا الورقة تاعت السحر، بدنا الورقة هذه عشان نفك السحر، فهذه بنستعملها في الطريقة هذه إن شاء الله. أنا حضرت لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم ولو في أبواب الخير ولو في فعل الأمور الحسنة، ذلك أن فتح هذا الباب يؤدي إلى فساد عظيم. هو عشان الواحد يصير ساهر مش بسهول، يعني لازم يصل لمرحلة الكفر، يعني زي انه يحط القرآن برجله ويدخل في الحمام ويكفر بربنا ويرقص على الشموع، وفي كتير شغلات لازم يعملها. انا صديقتها من دار وجارتها من 40 سنة، كنت اخش واطلع عليها يوميا يعني يوم يوم يوم، وكانت من وهي قبل يعني، وبعدين لما صارت مقعدة اجي اقعد عندها الاقيها ما تقدرش تقف على رجليها، لا ما كنتش متوقعة انها تمشي على رجليها، وكانت هي بتحكي بقولها بس مجاملة يعني ضاع كل عمرها وهي على الكابوسة. ايش هاد وظيفته السحر في هذا الجسد؟ ده مشروب طعم ناس نتشتغى اللي غيشهم واسن تلاشهم فارتلاف اللي نوشن مزاوشهم بسيطة خامة شنو تبسيطة شنو طعم مش لازم مش لناغل لاشوف وطن. يعني عشان تصير مجنونة وما تتجوز شو تجري في الشوارع؟ عشان كمان يشوفوها هبلة وعشان لاشهم مثل ناغل لاشوف الطعم. الراجح من أقوال أهل العلم أن الساحر مرتد كافر عن الملة، خارج عن الملة، ولذلك يقتل. وآن الأوان أن نترك الفكرة القائلة بأن الشخص عندما يذهب إلى الطبيب النفسي أصبح مجنونا، يجب أن نحارب هذه الوصمة وهذه الفكرة. وفيما يتعلق بالمحكمة المختصة
المحاكمة على قضايا الادعاء والسحر والشعوذة، فإن الواقع يشير وفقا لنص المادة 307 من قانون العقوبات لسنة 36 إلى اختصاص محكمة الصلح بنظر هذه الواقعة. أنا بدي أقول لك شغلة، فيش إمكانية للساحر أو الجن يأذي أي شخص بقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. إحنا بنوصي المواطنين ونحثهم على الإسراع في التبليغ عن مثل هؤلاء، وذلك لخطورة هذه الظاهرة. نصيحتي للمسلم أن يرقي نفسه بنفسه وأن يقرأ القرآن بنفسه، بشرط أن يلتزم بآيات الرقية الشرعية وأن لا يتعداها إلى الأقوال والعبارات المخالفة للشريعة الإسلامية والمناقضة للعقيدة السليمة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبذلك مشاهدينا الكرام قد فصل الأمر في آيات الله البينات، وما بين الحقيقة والوهم شعرة توشك أن تنقطع لولا حبل الله المتين في هذا التنزيل المبين. كان معكم يوسف خليل حسان، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. إن ضلنا عايشين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.